امشي يا عم يا عم امشي يا عم الله العظيم يا عم ايه ده السلام طب ماشي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو عمو الحمد لله يا غالي الله يخليك الحمد لله تمام ثانيه واحده ثانيه واحده اتفضل ايه انفصام انفصام بعيد عنك وبعاني من الموضوع دوت معلش انا ثانيه واحده اديك فكره بقى عن العربيات اللي عندنا الاسعار بس في حاجه تمام انا ده الفرع اللي انا فاتحه هنا هو تمام ده الفرع جديد انا فروعي كلها في السنبلاوين في السنبلاوين تمام فعندي بمشي بنظام مختلف عن اي مكتب تأجير عربيات فانا معلش لازم بس تمشي معايا بالخطوات دي ومنها هحدد العربيه اللي هتشرفك والعربيه بالسعر اللي هيناسبك والعربيه اللي انت هتبقى قاعد فيها مستريح معلش مش انا بص طب اجيلك حضرتك مرتبط اجيلك وقت تاني حضرتك مرتبط بجد زفتي زفتك انت اه يعني انت كده مش محتاجه مفيمه محتاجه مفيمه مش محتاجها مفيمه انا ده انا عايز الزفه ودانك بتقف 11 بطاقه ايه بطاقه ودانك بتقف 11 عشان لو كده نحتاج عربيه بسقف او من غير سقف فانت انا عايزك بس ايه تسيب نفسك على الاخر انا سيب نفسي انا عايز اخد كلمه مفيده منك انت على طول لا تتجاوز السلام عليكم كده قلت ايه طب اوقع كده طب اوقع كده يا عم هو في ايه انتوا بتهزروا اتفضل يا باشا انا عايز كده مفيد عشان امشي بزبون مكان يا عم فوق دماغي انا عايز انجز عايز امشي ممكن بس بطاقه حضرتك عشان اكشف عليها دلوقتي لو كده لو معيش بطاقه دلوقتي انت انا مش عايز مش معايا بطاقه شوف انت عاوز ايه وانا عاوز استفيد عاوز استفيد باي معلومه عشان بعد كده اجي لك يا عم ايه يا عم يا عم ايه يا عم هاجي لك هنا تجي لي هنا اقعد لك هنا يعني ايه الذبابه بعد اذنك يا باشا عايز اجر معزه احنا الاثنين اتفضل يا باشا استريح انا مؤاخذه معلش معلش عندي انفصام هو انت عندك انفصال وهو عنده انفصال بعد اذنك يا باشا عايز اجر معزه 6 سلندر 6 سلندر اه طب انا طب ثواني انا جاي الاول عايز انجز بالله عليك عايز انفع حكم هو ده جاي الاول اتفضل استريح يا باشا اتفضل استريح اتفضل استريح يا باشا باشا بعد اذنك ده محل اكل فينو ومش عايز هزار كتير انت عملت هزر وتستظرف انا بهزر كتير من ساعه ما دخلت يا عم ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا هاخد بعض وامشي يا عم بقى يا عم امشي يا عم بقى انا هعمل ده صور كاميرا خفيه يا عم كاميرا خفيه يا عم بقى نص ساعه وجاي تعبان وفي الاخر كاميرا خفيه يا عم تعبان واحد تعبان جاي من الشغل تعبان ومش والله يا عم معلش ايه يا عم معلش ايه الف مبروك ايه يا عم كمان انت كده كده يا عم انا بتزاوج النقع على فكره ما زال بتزاوج يا معلم والله العظيم نظر معاك بس والله العظيم بص ايه بس هنا بنصور كاميرا خفيه تمام وعندك اي مشكله اهم حاجه ان احنا نذيع لا بصراحه بعد التعب ده كله بعد معلش ما عنديش مشكله خلاص كلنا ذيعوا ادي اوكي ان احنا نذيع يا عم ذيع يا عم الله المستعان السلام عليكم السلام عليكم وبركاته يا باشا يا باشا اتفضل اتفضل خمس زيات تبقى زيك المهم قعدت اقول لها يا بت بحبك يا بت بحبك كل شويه اقول لها كده هو انت فاهمني تقول لي ايوه ولا ايوه ولا يا زلمه دي موافقه معرض دي بس يا روح اه تمام مشكلتك ايه؟ تضحك عليا ضحكته ليه؟ ده في الاخوة التاني ده خد ولع على السجارة لا 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 ما بيدخنش لا ليه مزاجه وخليه ولا من ساعه ما بطل تحت بطه واقع ما انت جاي عايز تعمل ايه عايز عربيه مش داخل تبيع سجاير فورد مش داخل تبيع سجاير فورد لا سيبه يكرف هو براحته يكرف عليك انت لا انا ممكن اكرف عليك انت اه تعال لا مش انت يا عم اقعد لا اله الا الله في ايه اتعصبت يعني مره واحده نزل يا عم رجلك دي ما تنزل رجلك يا عم في ايه احترم يا عم البتاع اللي قاعد ده بتاع ايه يا عم انت كمان يا عم بتاع ايه يا عم في ايه مش انت مش انت في حد تاني معانا هو انت اسمك بتاع حلوه صح
باشا صلى على النبي. على فكره اتفضل اقعد. شعر ماشي انا قاعد. اتفضل استريح. في عربيه اللي جوه؟ في عربيه اللي جوه. اه عندك عربيه دي؟ صدرك البتاع مطفيه. عندك عربيه دي؟ عندي عربيه بريموت، عندي عربيه لاسلكي، وعندي عربيه بسلك، وعندي عربيه لعبه، وعندي عربيه كارو، كان في عربيه تاني. وفي عندنا حنطور من غير حصان. يا باشا العربيه دي تمام ام جي. اتفضل. ايوه ام جي ب 100 جنيه. امضي هنا. ابصوا. لا اسبوعك تاني. مضيت على الاصل 5000. 5000 ايه؟ مبروك عليك. ثانيه بس. اكتب 200000. اقر انا المدعو. انت اسمك ايه؟ محمود. محمود اني اتنازل عن المنزل وعن باقي ما املكه. لا ما قربتش من هنا، انت فاهم ان انت معايا غلط. انت اطلع انت بتاع الله صح؟ تعالى قول. خد 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 خد. والله العظيم يا عم ماشي. ايه ده استهدى بالله؟ طيب استهدى بالله والله العظيم. اهدى 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 استهدى بالله يا عم. انت نهار اسوح يا انت. بتستهدى بالله؟ تستهدى بالله والله العظيم يا ابني. انتوا اتجننتوا من السلام يا بابا. يا عم ماشي. طب يا ابني اهدى. طب والله العظيم يا عم اهدى استهدى بالله. طب ماشي ماشي ماشي. هزر هزر. ما احنا بنرفع ليه؟ ايه ده ايه ده والله العظيم. تاني كاميرا خفيه. والله مقلب كاميرا خفيه. استنى بالله. يا لهوي. انا اكيد مش عارف ايه. استنى بالله. يا عم لا اله الا الله. انت بتصدق ليه؟ بتصدق ليه؟ خد بس بس خد والله العظيم. ثاني يا عم الهزار. الهزار مش كده يا عم. الهزار معاك. بص والله بنهزر معاك. انا عايزك تبص هنا بس يا عم. والله بنصور معاك مقلب الكاميرا هي والله. بص هنا عندك ايه مشكله ان احنا نذيع؟ ندي يعني؟ ندي بس اوكي. معاك الورق انت مصدق برضه؟ بصمته وعلى طلع. طب وريهم البصمه. وريهم البصمه.